ستي انتي منيحه؟ مو معقول. تعرفي لو حسيت عليهم وفقت كنت علمتهم درس بكل حياتهم ما رح ينسوه. ايه مزبوط كلامك يا جدان، من لما اجيتي وانتي غرقانه بالنوم العميق، بس هلا صار الوقت لحتى تفيقي. اطلعي كثير منيح حواليكي، البيت كله مسروق وما في شيء مكسور، شو سبب يا ترى؟ اطلعي هنيك، لا الباب ولا حتى قفل الباب مكسورين، والشبابيك مالها مكسوره، فيكي تقولي لنا كيف؟ شو يا دورجا؟ انتي شو هاد يلي عم تقولي؟ انا كل اللي عم بقوله واضح للكل تيتي، يعني هذا الشيء ما ممكن انه يصير الا اذا كان الحرامي معه مفتاح الباب. الحرامية فتحوا الباب وفاتوا على نص بيتنا واخذوا كل اللي بيطلع بايدهم انهم ياخذوه، وهالتصرف بياني شيء واحد بس، انه في حدا غيره معه نسخه من مفاتيح البيت. مفاتيح البيت؟ ايه جودان، مفاتيح البيت، المفاتيح يلي انتي مسؤولة عنن. وين المفاتيح؟ تفضلي قولي. ليش ساكتة؟ ما تجاوبي. جدان لو سمحتي جاوبي دورجا على سؤالها، وين مفاتيح البيت؟ يعني وين بدهم يروحوا؟ ليكن هن فوق بغرفتي، رح روح جيبهم. خليكي هون، ما في داعي تعذبي حالك وتروحي لمكان، المفاتيح صاروا بإيدك هلا، كانوا بسلة الزبالة. ما عندي أي فكرة كيف صاروا المفاتيح بسلة الزبالة. أنا عم بحكي الحقيقة، أنا تركت المفاتيح بغرفتي وطلبت من كاسور يدير باله عليهم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.